تقبيل الشاب للفتاة أمر هين لين بسيط من اللمم، ويجب علينا ألا نضيق على الشباب والبنات في شأن القبل من أجل التنفيس عن هذا الكبت الذي يعمل في قلوب البنات والشباب. إذا شربت قليلا من البيرة فلا شيء عليك، اشرب كأسا واحدة من البيرة ولا إثم عليك ما دام الكأس الواحد لا يسكرك. إن الرقص الشرقي عبادة، أوليس العمل عبادة؟ والرقص أوليس من الأعمال المحترمة في مجتمعنا؟ مش عمل محترم؟ مش الراقصة بتقدم؟ مش الراقصة بتكرم؟ إن الراقصة لو ماتت في طريقها إلى الكباريه فهي شهيدة. مش الراقصة لها رخصة؟ يعني عمل محترم؟ أوليس العمل عبادة؟ إذن الرقص عبادة. يعني هذه المرأة ربما إذا سألها الله في الآخرة كيف كنت تقضين الليالي تقول أقضي الليل كله في العبادة، ده أنا أتهجد طول الليل على واحدة ونص. إن الله عز وجل أباح حرية الكفر بقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن تقبيل الشاب للفتاة أمر هين